مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها للحديث على مباراه المنتخب الاولمبي والارجنتين، واللي تسليط الضوء اكثر على الاحداث. كيحضر معنا في الاستوديو مصطفى خليف، العميد السابق لفريق الرجاء الرياضي واطار وطني بالرجاء الرياضي. سي مصطفى خليف، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافه، ونتمنى نكونوا خفاف على الجمهور الرياضي على قناه انفاس بريس. مرحبا بك سي مصطفى، وشكرا على قبول الدعوه. شكرا لكم انتم. سي مصطفى، كيف تابعتي معنا اليوم؟ غادي نخصوا الحلقه للحديث على مباراه المنتخب الاولمبي الأرجنتين. واش كنتي كتوقع داك السيناريو المجنون ديال البارح، خاصة بعد ما الكل توقع أن المباراة انتهت بالانتصار ديال في الأخر فوالا، بالانتصار ديال المنتخب الأولمبي؟ في الحقيقة هاني المنتخب المغربي على 3 نقاط. أولا هو السيناريو الدراماتيكي اللي وقع حتى الأخر الصوت الثاني، لأنه التحكيم كان ضعيف، وهذا مؤشر لانطلاقة ديال الدورة الأولمبية اللي مؤشر غير صار. حدث الفوضى، دخول الجمهور الملعب، التحكيم، يعني هذا مؤشر غير صار للدورة. وما صار الأمس هو أن الكل شاهد المباراة، كانت غادة في مسار صحيح. الصوت الأول كان ممتاز، ولكن الصوت الثاني في الأخير، رغم التغييرات ديال المدربين اللاعبين ديال الاحتياط، رغم يعني تضيع الوقت، ما غاديش توصل لدرجة بأنه تلعب شوط إضافي كامل 15 دقيقة يزيد الحكم، لأن ربما خطأ القرار ديال الحكم ولا الضعف ديالو، ربما المنظومة كلها ديال التحكيم من غرفة الفار والحكم الرابع والطاقم اللي حاضر في المباراة. يعني كانت مباراة يعني كانت تكلف المنتخب المغربي 2 نقاط تحرم من الحساب ديالو، ولكن الحمد لله في الاخير المطاف المنتخب المغربي انتصر، حصل على 3 نقاط. طيب ربي نصفنا كيف كيقولوا. بطبيعه الحال سي مصطفى، شفتي العناصر الوطنيه كيفاش سيطرت على اغلب مجريات المباراه، كيفاش كتفسر هذا الامر هذا؟ هو حنا خاصه وان اسمح لي، خاصه وان الخصم هو الارجنتين. بطبيعه الحال منتخب قوي، حاصل على كوبا امريكا، حاصل على كاس العالم، اسماء وازنه، تطعيم الفريق الاولمبي بلاعبين كبار اللي كيلعبوا في انديه كبيره، هذا الشيء. ولكن ما وقفش امام المنتخب المغربي، لان المنتخب المغربي ضربوا واحد الوجه كبير جدا في الشوط الاول. حنا كنعرفوا اخر الموسم كتكون العياء، انطلاقه الموسم كتكون لا بريباراسيون، كاين اللاعبين اللي مرتاحوش فتره قليله، اشرف حكيمي، سفيان رحيمي، عده لاعبين، الخنوسي، عده لاعبين ما مرتاحوش، ما كانتش واحد الفتره اللي الانسان يرتاح فيها. كان عندهم الاغلبيه كانت عندهم 10 ايام ولا اسبوعين ما كافياش باش، ولكن الحمد لله كمجموعه كاين بعض الاخطاء لانه خصت، ولكن الاهم هذا الشيء كل شيء هو 3 نقاط. وكنعرفوا بان المنتخب المغربي مده ما انتصرش في اول لقاء في الاولمبياد. فعلا هذه يعني بادره طيبه، اول مباراه كينتصر فيها المنتخب المغربي. كاينين شباب، كاينين لاعبين كبار، وحتى التجربه ديالهم مع المنتخب الاول عطات الاكل ديالها. وكاين بالاخص العمود الفقري اللي خدا سكيتيو بعض اللاعبين من الفريق الاول، طعم بهم المنتخب المغربي الاولمبي، وهذا عطى واحد الاضافه للمنتخب المغربي. البارح ما كاينش مغربي اللي ما تكلمش على الاداء المتالق ديال سفيان رحيمي. واش نقدروا نقولوا ان الايام او القدر ينصف سفيان رحيمي، يعني مرحله بعد مرحله، كيفاش كتشوف الامر؟ وبطبيعه الحال لكل مجتهد نصيب. كنعرفوا، انا كنعرف رحيمي باقي طفل صغير، يلا تزاد، لانه كبر في الملعب مع الاب ديالو، كافح، كان تظلم في البدايه ديالو، ولكن الحمد لله عوض الله وعوض الاب ديالو، لانه الانسان ملي كيخدم وكيشتغل وكيضحي وبطبيعه الحال الله سبحانه وتعالى غادي يجازيه. الان صار هو المشعل ديال المنتخب المغربي، واي فرصه تبارك الله، اي فرصه كتجي كيسجلها، وهذا اللي خلاه يتالق في الكاس الاسيويه، حصل على احسن لاعب، هدف الدوره، يعني اعطى اضافه كبيره جدا، وهذا بالمجهود تاع الاصدقاء ديالو، باللاعبين اللي معاه. بطبيعه الحال اللي ما كانش مسانده وما كانش، ما غاديش يكون سفيان في هذاك الوجه وفي هذاك الطوب وهذاك. والحمد لله تنصف سفيان، لانه
كان ممكن يكون في المنتخب الاول منذ سنين، يعني منذ واحد 3 سنوات ولا 4 سنوات من المونديال ديال 2018. الناس اللي قرب من رحمي كيقول لك انه اليوم كيجاوب في الميدان وبطبيعة الحال هو ربما غيكون نسى هذه الفكره ديال الناس اللي داروا ليه واحد العرقله في الطريق ولا، ولكن الحمد لله دابا هو غادي في طريق صحيح، متالق القاب هداف، يعني هو غادي في الطريق الصحيح. يعني كل التوفيق لسوفيا الرحيمي ولكل العناصر الوطنيه. ونساوش بانه بحال لاعب محمد الخامس، لانه امس الملعب كان مكتظ بالجاليه المغربيه اللي لعبت واحد الدور كبير كبير جدا، وشكلت واحد الدعم كبير للجمهور المغربي. صحيح صحيح. بخلاف هذاك الصوره الاخيره اللي شفنا اللي كنتمنى انها ما تكررش مره اخرى، ندير اقتحام الملعب. وهذا الدور ديال الامن في الملاعب، لانه حنا شفنا تا كاس اوروبا وقعوا في هذه المشاكل. لهذا خص الانسان، راه ماشي حيت المغاربه داخل الملعب راه كاينه فوضى ولا لا، هذا الدور ديال الامن والدور ديال المسؤولين على الدوره، ملي خصو يحصل الامن لكلا الفريقين. ربما يوقع حادثه، ربما يوقع شيء اللي ما يتسنى حتى شي واحد، ولكن الحمد لله المباراه كانت دازت في اجواء ما كاينش فيها شي مشكل كبير، ولكن خصو ما يتكررش. سي مصطفى، كاين فعلا كيف قلتي تقارير صحفيه تكلمات على ان الامر اللي وقع البارح هو تنظيميه في الالعاب الاولمبيه في باريس، وكنتمنوا هذا الامر ما يعاودش يتكرر مره اخرى. بطبيعه الحال هذه دوره كبيره، راه كاس عالم ثالثه، لانه كنعرفوا هنا كاس العالم كاين كاس اوروبا الكاس الثانيه، وكاين الالعاب الاولمبيه راه هي كاس. الجمهور شغوف، الجمهور كيبغي المتعه كيبغي، ولكن كتكون واحد زياده نوعا ما، ماشي من كل شيء ولكن من بعض. لهذا خص المنظمين ينظروا لهاد المسائل هذه، لانه الامان والامن ضروري لنجاح التظاهرات الرياضيه الفعاليه اللي على رقه الملعب، لانه ما يمكنش واحد كيمتع ولا كيعطي واحد المتعه بحال الفنان في المسرح، ما يمكنش شي واحد يطلع يصعد الخشبه ويتهجم على، واخا يبغى يتصور معاه، واخا يكون الحب ديالو لهذاك الفنان. لهذا هادشي ما خصوش يتكرر، خص يكون الامن، خص الناس تصحى من الاخطاء، لانه هادشي كلشي كيدوز على عبر شاشه التلفاز. الاخطاء بحال هادي ربما توصل لاشياء خبيثه، وهادشي ما كنتمناوش. سي مصطفى، الا سولتك على نقاط القوه ديال المنتخب المغربي بالنظر للخصوم اللي عندنا، الخصم المقبل هو اوكرانيا، من بعد كاين العراق، اشنو هي الحوايج اللي كنقولوا نقدروا نقولوا انها كتقوي حدودنا؟ وشوفي الان المنتخب الارجنتيني منهزم، وعطيك اليقين بانه غادي ينتصر في 2 مباريات، ما غاديش يهبط يدي، لانه اوكرانيا عندها 0 نقطه، الارجنتين عندها 0 نقطه، المغرب 3 نقاط، والعراق 3 نقاط. الان غادي يحاولوا باش كل شيء يبقى 3 نقاط سيرتو في المباراه الثانيه. لهذا طارق سكيتيوي خصو يصحح الاخطاء اللي ارتكب في المباراه الاولى، لانه الا جاتك فرصه ما خصكش تضيعها، خصك تعرف تلعب على نقاط الضعف ديال الخصم. حنا كنعرفوا المنتخب الارجنتيني قوي، ربما ما درسوش طريق سكيتيو بواحد الطريقه صحيحه، كما قلت لك انا ربما يكون العياء، حيت بعض اللاعبين طلبوا تغييرات منهم، المدافع ما عرفش ما عقلش على الاسم ديالو، خنوسي الزازولي ما دارش بواحد المستوى، اللاعب اللي في موناكو ما دارش بواحد المستوى اللي ما خلاش واحد، ولكن الحمد لله كمجموعه بعض اللاعبين اداو بالمنظومه ديال 4-4-2. كنا نحاولوا ملي كنا منتصرين بجوج اصابات لصفر، كنا نحاولوا على الاقل نهبطوا الريتم ديال المنتخب الارجنتيني، ولكن حنا لعبنا بحال زربانين بغينا نقتلوا المباراه، هذا اللي خلى الخصم يرجع المباراه، وشفتي الفيلم دراماتيكي اللي وقع. النقطه ديال المنتخب المغربي هو المجموعه، كيلعب روح المجموعة حاضرة، روح المجموعة حاضرة القتالية، خصنا نجيرو، لأنه كنعرفوا الانطلاقة ديال الموسم، خصنا نجيرو يعني المباراة على الطريقة اللي بغينا حنايا، حنا نفرضوا أسلوب اللعب ديالنا على الخصم. صحيح، لأنه كنعرفوا المنتخب الأوكراني ما غاديش ينزل يديه، لأنه منهزم غادي يلعب مع منتخب مغربي اللي عنده سمعة
في كأس العالم. الآن كيضرب المثل بالمنتخب المغربي الإفريقي العربي المسلم العالم كله. كنظن غتكون مباراة صعبة وصعبة جدا. طارق سكيتيوي خصو يحاول يخرج منها بنتيجة إيجابية إن شاء الله. سي مصطفى الى سولتك على توقعاتك واش غادي نقدروا نفكوا النحس ديال الدور الاول ونعبروا اللي من موراه، واش كاين هذا الاحتمال هذا؟ بطبيعه الحال كتشوف ان العناصر المغربيه قادره على هذا الامر هذا؟ كان عندك واحد الامل ديال ما كنتيش كتنتصر في المباراه الاولى. فعلا دابا عندك ثلاث نقاط، عندك واحد 50% وقال لك 50% باش تحصل على ثلاث نقاط اخرى. ما تسناوش المباراه ديال العراق. العراق منتخب قوي ماشي سهل، لانه المتاهلين كلهم ما عندهم حظوظ باش ينتصروا. لهذا الحسابات ديال المباراه الثالثه كما وقعنا في كاس العالم 2018 كنا ضاربين الحساب لايران بان الخصم ضعيف، حلقه ضعيفه في المجموعه. لهذا خصنا كل مباراه نلعبوها بالطريقه اللي بغينا احنا وبالاسلوب اللي بغينا احنا وباسلوب المغاربه وباسلوب الكره المغربيه، لانه ملي كتفرض الاسلوب ديالك كتحصل على نتيجه ايجابيه. الا دخلتك الشكوك كتعود كما وقع لنا في 20 دقيقه في المباراه ديال الارجنتين، كون بقينا لاعبين نفس النسق ديال الشوط الاول ما غاديش يوصل هذاك الشكل الدراماتيكي في الاخر ديال المباراه. سي مصطفى شكرا لك، شكرا على الحضور ديالك معنا. مرحبا. شكرا على التوضيحات اللي قدمتي لينا وكنا سعيدين بالاستضافه ديالك. الشكر لي انا حضرت معكم، نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي لانه هذه كره مغربيه كتشرف كل لاعب سابق ولا لاعب ديال المستقبل ولا لاعب ديال الحاضر الان. نتمنى لهم مسيره موفقه، وطارق سكيتي هو زميل وصديق ومارست معاه، نتمنوا له التوفيق ان شاء الله. وحنا كذلك نتمنوا التوفيق لعناصر المنتخب الوطني ان شاء الله. شكرا لك سي مصطفى. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في موعد جديد.